كيف تذاكر؟ تأليف رون فري. أكثر كتب الاستذكار مبيع على الإطلاق. لقد اكتسبت الطبعة السادسة من كتاب كيف تذاكر ضمن سلسلة كتب الاستذكار الأكثر مبيع شهرة واسعة بين الطلبة في كل الأعمار، ولقد تم تحديث هذه الطبعة الجديدة والتوسع في معلوماتها، وذلك لكي تواكب عصر المعلومات. وهذا الكتاب الرائع يشمل على معلومات حول كيفية تكوين بيئة عمل فعالة، وكيفية التفوق في المدرسة والاستفادة من الذهاب إلى المكتبة، وكيفية عمل الأبحاث من خلال شبكة المعلومات الدولية، بجانب الكثير والكثير من المعلومات الأخرى. إن فري يتناول كل العناصر التي تجعل الطالب متفوق من خلال القراءة، الكتابة، إدارة الوقت بأسلوب صحيح، ومهارات التفوق في الامتحانات، كما أنه يقدم لك نظام فعال لكيفية التفوق مع أمثلة ومعلومات تتبني هذا النظام وإتقانه. ليبراليت جيرنال بتقول أن أسلوب فري المفعم بالحيوية في الكتابة يجعل كتبه أكثر إفادة وفاعلية. كليات بتقول إن تلك السلسلة المحفزة والبسيطة تعمل على تنمية وتطوير عادات الاستذكار السليمة. وفري يتحدث إلى القارئ مباشرة بطريقة سلسة وودودة، وسوف يستفيد الطلاب في أي مجال من خلال كتب هذه السلسلة. إن رون فري معروف على المستوى المحلي بأنه المحاضر التحفيزي المتخصص في تحسين العملية التعليمية، وهو نصير وداعم للآباء والطلبة الذين يلعبون دور كبير في دعم وتقوية برامج التعليم الشخصية. وفضلاً عن أنه مؤلف سلسلة الكتب الشهيرة How to Study والتي بيع منها مليون نسخة إلى حتى الآن، فإن فري قد ألف أكثر من 30 كتاب من أجل توفير المصادر التي من شأنها أن تساعد في تحسين العملية التعليمية وتحقق غاية الأسمى، وهي نجاح الطلاب وتفوقهم. في له كتب سلسلة منها How to Study, Improve Your Writing, Improve Your Reading, Improve Your Memory, Get Organized, Ace in Test. سلسلة كتب كيف تذاكر How to Study، ثمان فصول. الفصل الأول كيف تبدأ على الفور، الثاني كيف تنظم أسلوب استذكارك، الثالث كيف تقرأ وتسترجع ما قرأته، الرابع كيف تنظم وقتك، الخامس كيف تتفوق في الفصل الدراسي، السادس كيف تقوم بإعداد أبحاثك، السابع كيف تقوم بإعداد أبحاث رائعة، والثامن كيف تستعد للامتحانات. هنري آدمز بيقول إن ما يعرفه المرء في صباه يستمر معه لوقت قصير، أما من يعرف كيف يتعلم فهو الذي يعرف كل شيء. وكونفوشيوس بيقول تعلم الأشياء وكأنك لم تستطيع إتقانها، وتشبث بمعرفتها كما لو كنت خائف من فقدانها أو ضياعها. القراءة والاستيعاب، تعويض الوقت المهدر، كن في مقدمة الفصل الدراسي، كيف تستقي المعلومات، أن لست من قوي القادم، كيف تتفوق في أي امتحان، كيف تستذكر بأسلوب صحيح. إذا كنت طالب في المدرسة الثانوية أو في المدرسة الإعدادية أو جامعي تقليدي، إذا كان ابنك طالب في أي مرحلة عمرية، إعداد مكان مناسب لأداء الواجبات، جعل أداء التمرينات والواجبات عمل روتيني يومي، اجعل الواجب منزل على رأس أولوياتك، اجعل القراءة عادة يومية، أغلق التلفاز على الأقل، قم بتحديد وقت وكيفية المشاهدة، تحدث إلى المدرسين، قم تشجيعهم وحثهم على الاستذكار، قم بالإشراف على واجباتهم المنزلية، أثني عليهم حينما يحرزون أي نجاح، حاول أن تقنعهم بالحياة والواقع المحيط. إذا كان بمقدورك ابتياع جهاز كمبيوتر لطفلك أو لأطفالك فلا مناص من ذلك. أغلق التلفاز على الفور، اشترك في شبكة المعلومات الدولية، ولكن أغلق برامج الرسائل الفورية وهم يؤدون واجباتهم المنزلية. أهمية اشتراك في عملية الاستذكار إذا لم تكن طالب تقليد،
كيف تقيم ذاتك، استبيان بأول الكتاب، القراءة، التذكر، إدارة الوقت، مهارات البحث في المكتبة، مهارات استخدام الكمبيوتر، تدوين الملاحظات، المشاركة في الفصل الدراسي، كتابة الأبحاث وإعداد التقارير الشفهية، استعداد للامتحان، تقييمك النهائي، كيف تنظم أسلوب استذكارك، استبدال عادتك السيئة في الاستذكار، اجعل الاستذكار عملية تستمر مدى الحياة، اتبع تعليمات المعلم بدقة، اجعل من عملك شيئا يفتخر به، اعرف مدرسيك جيدا، الدوافع الداخلية والخارجية، هرم الأهداف، اجعل عملية تحديد الهدف جزء من حياتك، استخدم مكافآت كمحفزات خارجية، ثلاث طرق عظيمة لكي تكون منظم، قاعدة باريتو 28، إن التغييرات البسيطة تؤدي إلى تحقيق النتائج العظيمة، حاول أن تستفيد من الوقت الضائع، إلى أي مدى أنت مثالي، إعادة إعداد بيئة مناسبة للاستذكار، مجموعات الاستذكار، ما هي فائدة الأصدقاء، أين أن تذاكر، في المكتبة، في المنزل، في منزل أحد الأصدقاء أو الجيران أو المعارف، في فصل دراسي خالي، في عملك، متى ينبغي عليك أن تستذكر، قم بتقييم محيط استذكارك، كيف تظل يقظ ومنتبه وقت الاستذكار، حارب التعب والملل، الاستذكار في وجود الأطفال الصغار، تعرف على مناطق قوتك، وإذا كان لديك خيار، كيف تقرأ وتسترجع ما قرأته، حدد الهدف من وراء القراءة، استفد من الأدوات الإضافية المساعدة لكتب النصوص، حاول إيجاد كتب نصوص أخرى مشابهة إذا تطلب الأمر، استخدم الأدوات الإضافية المساعدة في كل فصل، ثلاث أساليب للقراءة، قراءة مرجعية سريعة، قراءة نقدية، وقراءة من أجل المتعة، أهمية خطوط ما قبل القراءة، ابحث عن الكلمات المساعدة أيضا، والآن عد لمزيد من التفاصيل، من، متى، أين، لماذا، كيف، صعوبة النصوص الفنية، تعرف عن مصطلحات، أمثلة، تصنيفات وقوائم ضعف اعتبارك يعني، استخدام أسلوب التباين والتضاد، علاقة السبب والمسبب، اقرأ وفقا لخطة ما، قراءة النصوص الأجنبية، قراءة من أجل المتعة والتعرف على مواطن الجمال، الحبكة، الشخصيات، الموضوع، المكان والزمان، وجهة نظر المؤلف، مدى سرعة فهمك واستيعابك، من الذي يقلل من سرعتك في القراءة ومن استيعابك، من أجل زيادة سرعة القراءة، من الأشياء التي تقلل من السرعة والاستيعاب القراءة بصوت مسموع أو عند تحريك الشفتين وقت القراءة، القراءة بطريقة آلية مستخدمة إصبعك لتتبع الكلمات وكذلك تحريك رأسك عند القراءة، تطبيق أساليب قراءة لا تتفق مع الموضوع الذي بين يديك، عدم معرفة قدر كافي من المفردات، من أجل زيادة سرعة القراءة، حاول أن ترفع من مستوى اهتمامك وتركيزك، حاول أن تبتعد عن كل عامل خارجي يشتت انتباهك، حاول أن تجعل محيط استذكارك مريح وهادئ بلا ضوضاء أو جلبة، لا تتوقف عند كلمة وعبارات بسيطة ولكن ابحث عن الكلمات المهمة والأساسية والتي يجب أن تفهمها وتستوعبها جيدا من أجل فهم أشمل الفكرة الأساسية، حاول أن تفهم وتستوعب الأفكار العامة والرئيسية بدل من أن تحاول فهم كل التفاصيل الصغيرة، إذا وجدت نفسك تحرك شفتيك وأنت تقرأ فحاول أن تمارس القراءة وأنت تضع قلم أو أي شيء آخر ولا يكون حلو المذاق أو لذيذ في فمك، فإذا سقط وأنت تقرأ فعليك أن تدرك أنه عليك الاستمرار في العمل، اعمل على زيادة مفردات اللغة لديك فربما يرجع سبب البطء الشديد في القراءة وجود صعوبة في فهم ما تقرأه إلى أنه ليس لديك قدر كافي من المفردات بالنسبة لمستوى قراءتك، اقرأ أكثر وأكثر، القراءة عادة تترسخ بالممارسة، تجنب إعادة قراءة الكلمات والجمل فتبقى الدراسة أجريت، حديثا يجد أن الطالب المتوسط الذي يقرأ 250 كلمة في الدقيقة يعيد القراءة 20 مرة في نفس الصفحة، فالقراء الذين يتميزون بالبطء الشديد في القراءة هم الذين يكررون ما سبق ويقرؤون مرارا وتكرارا، كيف تزيد من قدر استيعابك؟ حاول أن تجعل عملية التعلم متعاقبة أو متسلسلة، قم بالمراجعة وإعادة التفكير عند الوصول إلى النقاط المهمة وذات الدلالة التي تصادفها في قراءتك، إذا لم يضف ما تقرأ شيء جديد لمعلوماتك،
فتح جيدا ما توصلت إلى النتائج وعدل النقطة البداية وأدي القراءة مرة أخرى وحاول أن توصل إلى نتيجة بديلة. قم بتلخيص ما قرأته وأعد صياغته بأسلوبك ودونه في ملاحظاتك بأسلوبك الخاص. تذكر ما قرأته، الفهم والاستيعاب، الرغبة تذكر، الإتقان في التعلم، قم بتنظيم وترتيب ما تعلمته، الربط بين الأشياء، الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة، الاسترجاع، الإدراك، تدوين الملاحظات، كيف تصبح قارئ مهم، افهم ولا تحفظ، قم بتنظيم المادة، قم بتنمية العادات الجيدة للقراءة، لماذا تنسى ما تتعلمه بسرعة؟ في حالة النسيان قم بتقييم المادة وحدد هدف من القراءة، اختر أساليب قراءة مناسبة، قم بتحديد الحقائق المهمة، دون بعض الملاحظات والمراجعة تحت تطبيق ما تعلمته، أنشئ مكتبتك الخاصة، استمر في القراءة. كيف تنظم وقتك؟ لماذا تقوم بكل ذلك؟ قد لا يكون هناك وقت يكفي لكل شيء، ولكن هناك وقت كافي للتنظيم والتخطيط. قم بتحديد نقطة البدء، قم بجمع الأشياء التي تحتاجها، تقويم لخطة دراسية طويلة المدى، خطتك الدراسية اليومية، حدد موعدك الأول مع ذاتك، رتب المهام وفق أولوياتها أو أهميتها. وتذكر دائما استخدم هذه الأولويات بطريقة فعالة. أهم 15 دقيقة في يومك. نماذج ترتيب المهام وفق أولويتها. جداول كيف تتفوق في الفصل الدراسي، أشكال حجرات الدرس، محاضرات القاعات الضخمة، حلقات النقاش تتيح لك المشاركة بأسئلتك. المزج بين المحاضرة وحلقات النقاش وهي أفضل أو أسوأ شكل من أشكال الدراسة. ممارسة العمل اليدوي أثناء الدراسة، استثناء للقاعدة، اعرف مدرسك جيدا، تبنى أسلوب معلمك، كيف تستعد لأي مادة، الانتهاء من جميع الفروض، راجع ملاحظاتك ومذكراتك، استعد لطرح أسئلتك، المشاركة فعالة من جانبك، ما الذي ينبغي أن تفعله في حجرة الدرس؟ اجلس في مقدمة الفصل، تجنب الاختلاط بالزملاء الذين قد يشتتون انتباهك، انصت للدلائل اللفظية، راقب الأدلة غير اللفظية، قم بطرح أسئلتك، تعلم كيف تنتقي ما تدونه، دون الملاحظات فيما يتعلق بالعناصر التي يصعب فهمها، نمي مهاراتك في الاختصار والاختزال. نظام كورنيل، كيف تحصل على درجات أعلى، كيف تحصل على امتياز بالدرجات وفي أسلوب الاستذكار، ماذا أنت فاعل بعد الانتهاء من شرح الدروس، احرص على أن لا يفوتك أي من المحاضرات، كيف تقوم بإعداد أبحاثك، تقييم المصادر، كيف تبحث عن مواد موضوع، كيف يتم تنظيم الكتب داخل المكتبة، استخدم المصادر المتاحة على شبكة المعلومات الدولية، منهج للتعامل مع الأبحاث عبر الإنترنت. كيف تقوم بإعداد أبحاث رائعة؟ 5 قواعد أساسية عليك أن تلتزم بإرشادات وتوجيهات مدرسك التزام شديد. عليك أن تسلم ورقة البحث الخاصة بك في الموعد المحدد. عليك دائما أن تقوم بتسليم نسخة نظيفة وواضحة. عليك الاحتفاظ على الأقل بنسخة واحدة من أي ورقة بحث تقوم بإعدادها. عليك ألا تسمح بوجود أي خطأ نحوي أو هجائي في الورقة التي تقوم بإعدادها. هل يجب نسخ البحث على الآلة الكاتبة؟ لا أعذار بخصوص موعد تسليم البحث. حافظ على ورقتك نظيفة. استرشد بأبحاثك القديمة. خطوات يمكن تطبيقها على معظم أوراق البحث. قم بإعداد جدول العمل. خطوتين أولى وثانية كيف تختار خطة بحثك. الخطوة الثالثة قم ببحث مبدئي في المكتبة. الرابعة قم بإعداد مخطط تمهيدي مؤقت لبحثك. الخطوة الخامسة قم بإعداد بحث مفصل. الخطوة السادسة قم بإعداد تصميم مفصل للموضوع أو ورقة البحث. السابعة قم بكتابة المسودة الأولى. الثامنة قم بعمل بحث إضافي. التاسعة قم بكتابة المسودة الثانية. العاشر قم بإعداد قائمة المراجع والمؤلفات النهائية. 11 راجع الأخطاء الهجائية واقرأ الورقة مرة أخرى. 12 اجعل شخص آخر يراجع بحثك. 13-15 المسودة النهائية. تقارير الشفهية. كيف تستعد للامتحانات؟ ما الغرض من وراء إجراء الامتحانات؟ ما الذي تخشاه؟ لست وحدك هكذا صدقني. احذر مثل أولئك الأصدقاء. كيف يمكنك تقليل مستوى قلقك وتوترك؟
حاول أن تستقطع بعض أوقات الراحة، استرخي تماما، استدل من أجل الحصول على درجات أعلى، استعد قبل الاختبار بوقت كافي، اعرف مكان امتحانك، اجعل المهام الاختيارية إلزامية، أقلام الحبر وأقلام الرصاص وقطار الحلوى إن لم تسمع هذه النصيحة من قبل، نظم المادة العلمية، حدد الوقت الذي تحتاج إليه. الانكباب على الدراسة قبل الامتحان لا يفيد. لماذا؟ عندما تكون في ريب اسأل، لا تذاكر كل شيء على الإطلاق، اختبر نفسك، قواعد يوم الاختبار وعوامل التذكير، تمهل عند فترة اختبار قراءة سريعة، اعرف القواعد الأساسية للاختبار، شق طريقك نحو الحصول على نتيجة جيدة، التميز والحذف، هل ينبغي عليك العدول عن تخمين ما في وقت ما؟ سوف تتبع التعليمات، من ستبحر عندما تخرج من الاختبار مبكرا؟ 16 نصيحة لإتقان اختبارات الاختيار من المتعدد، استراتيجية الاختيار من المتعدد، الكل أولى شيء، أسئلة قطعة الفهم، فرصة تساوي 50% ليست سيئة صوابا خطأ، كيف تستطيع الاختيار من بين متعدد في مادة الرياضة، ليست هناك امتحانات سهلة، كيف تكتب مقال رائع. لو نفذ الوقت، ماذا لو نفذ الوقت؟ الاختبارات المعتمدة، التغييرات في اختبارات البيسات والسات، تدريب على هذه الاختبارات، ملحوظة مهمة للآباء، كيف تذاكر لرون فريك.